بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبان الغرباء. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. بدا الاسلام في اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعا الناس امتثلا امر ربه بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. استجاب له الأفراد على خوف من الكفار، تهديد من الكفار، ولهذا قال: بدأ الإسلام غريبا. والغريب هو الإنسان الذي فارق وطنه وأهله وصار في بلد غير بلده وبين أناس غير أهله وأقاربه، هذا هو الغريب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو الذي ليس في وطنه. والإسلام أول ما بدأ كان أتباعه قليلين، وهم غرباء في وسط المجتمع الكافر في مكة. ولما سأله سائل: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. هذا أول ما حر هو أبو بكر، وعبد هو بلال رضي الله عنهما. هذا أول ما بدأ. ثم ازداد المسلمون ودخلوا في الإسلام في مكة، ومن مختلف القبائل. ثم بعد الهجرة وتشريع الجهاد زادت أعدادهم. ثم لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل من ردة كثير من قبائل العربية، وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه الموقف الحازم، فجاهد المرتدين حتى أخضعهم حكم الإسلام. ثم في عهد عمر انتشرت الفتوحات
المشرق والمغرب حتى انتشر الإسلام وكثر في الأرض انتشارا هائلا، وبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار كما قال الله جل وعلا: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فظهر دين الله عز وجل على سائر الأديان، كثر أتباعه. ثم بعد ذلك جاءت خلافة بني أمية وانتشر الإسلام، حصلت الفتوحات، جاءت خلافة بني العباس كذلك، ثم بعد ذلك جاءت فتنة التتار وحصل على المسلمين ما حصل، ثم ما زال الإسلام يضعف ويقل أهله، وسيعود في آخر الزمان غريبا كما بدأ يكون عليه القلة من الناس. والمراد الإسلام الحقيقي، أما الإسلام المدعى والتسمي بالإسلام هذا كثير، ولكن العبرة بالإسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي لا يكون عليه إلا قلة من الناس غرباء، ولهذا جاء أن المسلمين بالنسبة للأمم غرباء، وأهل السنة والجماعة بالنسبة للفرق المخالفة التي تدعي الإسلام، أهل السنة والجماعة غرباء بين هذه الفرق. وسيؤول الأمر إلى ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، سيعود غريبا ما عليه إلا القلة من الناس الذين يتمسكون به تمسكا صحيحا. هناك من يدعي الإسلام ولكنه ليس على الإسلام الحقيقي، وإنما هو دعوة. وهناك من يدعي الإسلام ويتشدد فيه حتى يخرج منه، يصيرون خوارج وغلاة، هؤلاء يخرجون من الإسلام. إنما الإسلام الحقيقي الذي ليس ادعاء وليس فيه غلو ولا تشدد، هذا هو الإسلام الصحيح، وهذا يقل في آخر الزمان حتى يكون غريبا. ولا بد من وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم معناه الحث على التمسك بالإسلام عند الغربة، تمسك بالإسلام عند الغربة، وأن لا ينجرف الإنسان مع التيارات المختلفة، بل يثبت على الإسلام، وسيناله ما يناله من الأذى ومن المضايقات حتى ممن ينتسبون للإسلام. دعك من الكفار، أي ينتسبون إلى الإسلام يضايقون المسلم الحقيقي ويقولون هذا وهذا وهذا، فيكون المسلم الحقيقي الحقيقة غريب بين الناس. فهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم معناه الحث، معناه الحث على التمسك بالإسلام عند الغربة والصبر على ذلك. فقد جاء في الحديث أنه يأتي على الناس زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر،
وعلى خبط الشوك، يحتاج إلى صبر، وإلا فإنه سينحرف ولا يصبح. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء، يصلحون في أنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس. من يصبر على هذا إلا أهل الإيمان والثبات؟ وكما أن الإسلام في غربته الأولى نال أهله من الأذى والمضايقات ما نالهم، فسينال المسلمين في آخر الزمان المتمسكين بالإسلام أشد مما نال الأولين، لأن الأولين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم أصحابه، لكن في آخر الزمان المتمسك بالإسلام ليس له أعوان ولا أنصار، بل هو واقع بين أعداء كثيرين حتى من أهله، وربما يكون أولاده وإخوانه وجيرانه كلهم يضايقونه. يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى ثبات. ولهذا قال: طوبى للغرباء. لماذا طوبى للغرباء؟ لموقفهم الثابت. وطوبى قيل هي كلمة دعاء وخير وبركة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب. وقيل معناه شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، تخرج منها حلل أهل الجنة. وقيل الجنة تسمى طوبى، الجنة كلها تسمى طوبى، تكون هذه للغرباء في آخر الزمان، لهم الجنة عوضا عما فاتهم في الدنيا من الراحة ومن تلذذ بالعيش، يعوضهم الله نعيما لا ينفد في الآخرة. فهذا حديث عظيم يدل على هذه الأمور العظيمة، وفيه الحث على التمسك بالإسلام مهما ووصل الإنسان من الأذى والمضايقات، إن كان يريد الأجر ويريد أن يكون من أهل طوبى فليصبر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون اواه تبعا لجهاد الكفر. رواه النووي في شرح السنه وصححه النووي. نعم. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه يعني رغبته وميله، رغبته وميله ومحبته بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خالف هواه وما تريده نفسه. فإذا بلغ هذه المنزلة وصار يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا علامة الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا، أي ميله ورغبته ومحبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث
رواه البغوي في شرح السنة، هو كتاب جليل مطبوع في 14 مجلدا ومرجع من مراجع الإسلام. والبغوي هو الإمام محيي السنة، هو الإمام محيي السنة مسعود البغوي، له التفسير المشهور تفسير البغوي، له شرح السنة، وصححه النووي في الأربعين النووية. قال كتاب، قال حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وكتاب الحجة هو كتاب لقوام السنة، الإمام قوام السنة، اسمه الحجة على تارك المحجة، وهو مطبوع طبع أخيرا محققا. فالنووي حكم بصحة إسناد هذا الحديث، بينما الحافظ بن رجب في شرح الأربعين ضعف هذا الحديث، ولكن له شواهد من القرآن. الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية واضحة في أن المسلم لا يكره حكم الله حكم رسوله ولو كان يخالف رغبته. الله جل وعلا يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم الإسرار. فالآيات تشهد للحديث لأنه يجب على المسلم أن يكون هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان هواه يخالف ما جاء به الرسول فهذا إن كان يبغض ما جاء به الرسول هذا كافر، يعني من أنواع من نواقض الإسلام بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن كان لا يبغض ما جاء به الرسول لكن يتكاسل، عنده كسل وتثاقل في العمل بما جاء به الرسول وهو لا يبغضه لكن عنده كسل، فهذا ناقص الإيمان، هذا نقص في الإيمان ولا يكون مرتدا. فيكون قوله لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الكامل، نفي لكمال الإيمان. أما إن كان يبغض ما جاء به الرسول فهذا نفي للإيمان، لأصل الإيمان. نعم. وعن هريرة رضي الله عليه وسلم ليأتين عالما بجماعة على بني إسرائيل حلوى النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من أتى أمه عاليا لكان في أمته من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل اشترطت على 72 ملة وتستلف أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليكم أصحابي رواه الترمذي. نعم، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوع التشبه، عن وقوع التشبه
باليهود والنصارى، أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، وقد نهينا عن التشبه بهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل ما يدل عليه الحديث تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي الكفر، لكن أقل ما يدل عليه تحريم التشبه، وذلك لأن من تشبه بهم في الظاهر فهذا دليل على أنه يحبهم في الباطن، إذ لو كان يبغضهم في الباطن لما تشبه بهم. أيجوز التشبه بالكفار في عباداتهم ودينهم ولا في عاداتهم وتقاليدهم؟ المسلمون أعز الأمم، يعتزون بإسلامهم ولا يقلدون أحدا إلا أهل الخير وأهل الدين والصلاح، لا يقلدون أهل الضلال وأهل الكفر والإلحاد، بل يترفعون عن ذلك ويستقلون بشخصيته. وإن كان بعض أو كثير ممن يتشبهون بالكفار يريدون بذلك الرقي والكمال، ويرون الكفار أنهم متقدمون وأنهم عندهم تقدم حضارة، التشبه بهم بزعم هؤلاء رقي، فهذا ضلال، هذا ضلال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذه مسألة. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن التشبه سيكون حذو النعل بالنعل، يعني لا يترك شيء من أفعالهم إلا ويفعله المتشبه بهم، حتى يصبح مثلهم، مثل ما تشبه النعل الآخر، سواء بسواء، فيقلدهم ويتشبه بهم في كل شيء. والآن كما ترون تشبه بالكفار حتى في الأمور التافهة والأمور الحقيرة يتخذها أنها رقي وأنها كمال، ونحن نعرف أنها تافهة وأنها حقيرة، لا لشيء إلا لأن الكفار يفعلونها. فهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: حذو النعل بالنعل، بحديث: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. بل فيه ما هو أشد من ذلك: لو كان فيهم من أتى أمه، يعني زنى بها علانية، لكان في أمتي من يفعل ذلك، لأنه يرى التقدم، يرى أن هذا من التقدم. والآن كما ترون التشبه بالكفار على مصراعيه، حتى ربما يبلغ إلى هذا الحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الزنا محرم وهو من أشد الكبائر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فكيف إذا كان الزنا بذات محرم؟ هذا أشد. فكيف إذا كان بالأم؟ هذا أشد وأشنع. لكن سيبلغ التقليد والتشبه بالكفار إلى أنه إذا كان فيهم من يزني بأمه سيكون بهذه الأمة من يزني بأمه. هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم، أننا لا ننساق وراء التشبه بالكفار. هذه مسألة التشبه. المسألة الثانية أن الكفار افترقوا، اليهود والنصارى افترقوا في دينهم، فالنصارى افترقوا إلى 71 فرقة، واليهود افترقوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. لماذا؟ تشبه بالكفار، باليهود والنصارى،
لما افترقوا في دينهم تشبه بهم من هذه الأمة من تفرقوا في دينهم، مع أن الواجب أن يكون الدين واحدا لا, 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 لا اختلاف فيه ولا تفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تنازعوا فتفشلوا كذا بريق. الواجب على المسلمين اجتماع الكلمة على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عدم التفرق والاختلاف. لكن سيقع ما قضى الله وقدر وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن هذه الأمة ستفترق، وقد افترقت على 73 فرقة وأكثر. ثم قال صلى الله عليه وسلم محذرا من هذه الفرق: كلها في النار، كلها في النار. هذا وعي، منهم من يكون في النار لكفره، إذا بلغ التفرق إلى الكفر يكون لكفره، ومنهم من يكون في النار لضلاله. وقد يدخل النار من لا يخلد فيها بل يعذب بها ثم يخرج منها، فهم كلهم متوعدون للنار، إما لكفرهم وإما لضلالهم، كلها في النار، إلا ملة واحدة أو فرقة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، فلا ينجو من النار إلا هذه الفرقة. ولذلك تسمى الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، لأنها نجت من النار بتمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يفترقوا ويختلفوا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا ينجو من النار إلا من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما من خالف وذهب مع الفرق فإنه معرض للوعيد بالنار، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا فيه النهي عن التفرق والاختلاف. ولكن الاختلاف من طبيعة البشر، لا بد الناس يختلفون. الله جل وعلا جعل لنا مخرجا من هذا الاختلاف، وهو أن نرجع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمخرج من الخلاف أو الاختلاف هو الرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فالمرجع الذي يعرف به الحق من الباطل مما اختلف فيه الناس هو كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نقول هذا قول فلان وقول علان، نقول لا، نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ما وافق فعلى الرأس والعين، وما خالف فنحن نتجنبه. نعم، أعيد الحديث. وعن قريش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وإن الميت أن يتعرف على يمسيه وسبعين ملة بني إسرائيل يعني اليهود، يعني اليهود هم يقال لهم بنو إسرائيل لأنهم من ذرية يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو إسرائيل. نعم. نعم، لأن كلهم سيقول أنا على حق، كلهم سيقول أنا على حق وغيري على خطأ أو ضلال، كلهم سيدعي هذا. ولكن الفصل هو أن نرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الفاصل، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من دعا إلى هدى كان له من العلم مثل أجور من تبعه لا يفوت ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا يفوت ذلك من آثامهم شيئا. نعم، هذا فيه الدعوة، فيه الدعوة، وأن الدعوة إن كانت إلى حق فهي مطلوبة مشروعة، ادعو إلى سبيل ربك للحكمة والموعظة الحسنة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. الدعوة إلى الحق هذه مطلوبة ومأمور بها، وفيها فضل عظيم، من دعا إلى هدى، إلى هدى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله من الأجر مثل أجور من تبعه، يناله أجر عظيم، كل من تبعه واقتدى به وعمل بالهدى فإن الداعي الأول له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته، وكذلك أئمة الإسلام الذين دعوا إلى الله وألفوا الكتب واهتدى الناس بدعوتهم على اختلاف العصور لهم من الأجر مثل أجور من تبعهم إلى يوم القيامة، فضل عظيم، خير كثير. ومن دعا إلى ضلالة، ضلالة ضد الهدى، دعا إلى باطل، إلى بدع ومحدثات، إلى خرافات، إلى شركيات، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، نسأل الله العافية. فدعاة الضلال عليهم من الآثام مثل آثام من اقتدى بهم وعمل بالضلال تبعا لهم، يتحملون ذلك، يتحملون ذلك والعياذ بالله، ويجري عليهم الإثم وهم أموات. أما دعاة الحق فيجري عليهم الأجر وهم أموات، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به. هذا علم ينتفع به، فيجري أجره على صاحبه إلى يوم القيامة وهو ميت، هذا خير كثير. فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الحق، وفيه النهي والتحذير من الدعوة إلى الضلال. وفيه أن الدعاة ينقسمون إلى قسمين: دعاة هدى ودعاة ضلال. سيكون هذا
فيكون هناك دعاة هدى ويكون هناك دعاة ضلال، وهذا واقع في حياة الناس اليوم. ودعاة الضلال اليوم أكثر من دعاة الهدى، فلا يغتر بهم. نعم. ولهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه مرجع لي فأخبرني. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أحجبه على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زلت على خير فله مثل أجر ما عليه. نعم، وهذا مثل الحديث الذي قبل: من دل على خير مثل من دعا إلى هدى، مثل من دعا إلى هدى. وقوله إنه أبدع بي، أي انقطعت راحلته، هم في سفر انقطعت راحلته أو تلفت، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله، أن يعطيه دابة يركبها ويحمل عليها. النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر إليه أنه ما عنده شيء، فقال رجل: ألا أدلك على من يحملك؟ أدلك على من يحملك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على خير كفاعل. الدال على خير يشمل الدال على الخير المعنوي، الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم العلم النافع، هذا دال على الخير. ويشمل من دل أحدا على أحد يعينه، من دل محتاجا، من دل محتاجا على أحد من المحسنين يعينه، فله من الأجر مثل أجر المحسن الذي حقق طلبة هذا المحتاج. هذا فيه التعاون على البر والتقوى، وأن من دل على خير كان له من الأجر مثل أجر فاعله، مثل أجر فاعله. هذا ترغيب، دلالة على الخير المعنوي والخير الحسي. نعم. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا سنة من سنتي فتوفيت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من عذور الناس فيها. ومن ابتدع بعد لا يرضاه الله ورسوله، فإن عليه مثله من عمل بها من الناس لا ينقص منها ثار من الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه ابن ماجه، وهذا لفظه. نعم، هذا مثل الحديث الذي مر: من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة مثله تماما. من أحيا سنة قد أميتت، من أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس تركوها أو جهلوها، ثم جاء شخص وأحياها ونشرها، كان له من الأجر مثل أجور من عمل بها. فهذا فيه الحث على إحياء السنن، الحث على إحياء السنن التي قد نسيها الناس أو جهلوها. وفيه أن من دع أحيا بدعة فعليه من الإثم مثل آثام من عمل بهذه البدعة. هل الآن يروجون للبدع كل سنة، يروجون للبدع وإحياء الموالد وزيارة الآثار، زيارة آثار الصالحين وتبرك بها، ويكتبون ويدعون؟ هؤلاء يدعون إلى بدعة، فعليهم من الإثم مثل آثام من تبعهم. نسأل الله العافية والسلام. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: كيف انتم اذا لبستم
كيف أنتم إذا لم تكن منة يربو فيها الكريم ويبرأ فيها الكبير واتخذوا سنة يجري الناس عليها فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراؤكم وقل كفاركم وكثرت أموالكم وقل مبناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتتركم لغير الدين رواه الدارمي. نعم، هذا أثر عظيم من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل. قال كيف بكم، أي كيف حالكم وكيف تكونون إذا لبستكم، يعني خالطتكم فتن يربو عليها الصغير، يعني ينشأ عليها الأطفال، ينشأون عليها، وجدوها ونشأوا عليها، ويهرم عليها الكبير يكبر ولم تغير حتى تستقر، ويظنها الجهال أنها سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة، تتخذ السنة بدعة والبدعة تتخذ سنة. سيكون هذا في آخر الزمان، تتخذ السنة بدعة، إذا دعا واحد إلى سنة الرسول قالوا هذا مبتدع، هذا خارجي، هذا وهابي، هذا يلقبونه بألقاب شنيعة. ليه؟ لأنه خالف ما عليه الناس. ما هو المطلوب منا ما عليه الناس، المطلوب منا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دل على أن ما عليه الناس لا يتخذ حجة. هذه ربع عليها الصغير وهرم عليها الكبير، عليها الناس ألا تتخذ حجة ما دامت مخالفة لما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تطاول زمنها وإن توارثها الناس فلا عبرة بها، ينبغي التفطن لهذا الأمر، وأنها إذا استقرت بعقول الناس ظنوها سنة حتى أنهم يدافعون عنها، ويقولون غيرت السنة لجهلهم بذلك، دل على أنه يجب المبادرة بإنكار البدع والمحدثات، ولا يجوز السكوت عنها، أنها إذا سكت عنها توارثها الناس واحتجوا بها، يجب المبادرة، عدم التساهل في أمور البدع. قيل كيف ذلك يا أبا عبد الرحمن، هذه كنيته رضي الله عنه، واسمه عبد الله ابن مسعود بن غافل الهذلي، من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، سبحان الله، إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، الفقه هو الفهم في دين الله، هو الفهم في دين الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ما قال ليحفظوا أو يقرأوا، قال ليتفقهوا، المدار على الفقه والفهم عن الله ورسوله. أما الذي يحفظ النصوص ويقرأها ويكثر المطالعة في الكتب لكنه لا يفهم معناها فهذا من القراء وليس من الفقهاء، وهذا يكفر في آخر الزمان، يكفر القراء الذين يحفظون النصوص ويطلعون على الكتب وليس عندهم فقه وفهم لما تدل عليه. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
دل على أن فقدان الفقهاء في المجتمع أنه خطر عظيم، وأن وجود القراء لا يكفي ولا ينفع ولا يسمن ولا يغني من جوع. ولهذا قال الله في بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، يعني لا يفقهون، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، والأماني هي القراءة، يعني يقرؤون كثيرا لكن لا يفهمون. هذا ذم له، فيجب التفقه في كتاب الله وسنة رسوله، وذلك بالتلقي عن أهل العلم وعن أهل الفقه في دين الله. تلقي، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، نفروا يعني سافروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء ليتفقهوا في الدين، ما بقوا في بلادهم أو في بواديهم ويقرؤون القرآن، ما يكفي هذا ويحفظون، ما يكفي هذا، أو هذا هو العلم ولا هذا هو العلم، هو الفقه، ليس العلم هو الحفظ فقط، ولكن الحفظ وسيلة إلى الفقه، الحفظ وسيلة إلى الفقه وليس هو العلم، العلم هو الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب حامل فقه وغير فقيه، ويقول صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. إنسان يسمع ويحفظ لكن ما عنده وعي، ربما يبلغه إلى إنسان فقيه يعرف معناه، فمن ليس المدار على ما عليه كثير من الشباب الآن، إنهم عكفوا على الكتب يقرؤون ويشرحون من عندهم ويتعلمون على الكتب وبعضهم على بعض، وتركوا العلماء. هذا خطر شديد، هذا هو الذي حذر منه ابن مسعود، بل حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كثر قراء، شوف كثر قراء، دل على أن كثرة القراء ما تنفع شيء ولا تفيد شيء. وقل فقهاؤكم، هذه هي الآفة، إذا قل الفقهاء أو عدموا، هذه هي الآفة. إذا وكثر أغنياؤكم وقل أمناؤكم، يفشل المال في آخر الزمان، يفشل المال في آخر الزمان، وتنزع الأمانة من قلوب الرجال، يصبح يغش ويخدع ويكذب في معاملاته ويحتحيل، ما فيه أمانة. وإذا أودع شيء ما يجحد الوديعة، وإذا استدان من أحد ما يؤدي الدين، يماطل ويجحد، ما فيه أمانة. في آخر الزمان يكثر المال ويقل تقل الأمانة، فهذا خطر أيضا. إذا كثرت أموالكم وقل أمناؤكم، وكذلك أيضا إذا نعم إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة، هذا كما في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، يعني يطلب الدنيا بعمل الآخرة، يتعلم العلم الشرعي من أجل الوظيفة، من أجل حمل الشهادة، ما هو بيتعلم العلم رغبة فيه ومحبة للعلم وطلبا للثواب لينفع نفسه وينفع المسلمين، بل من أجل الشهادة. ولذلك إذا صاروا ما يوظفون بعد التخرج ما يدخلون بالجامعات والكليات، يقولون هذه ما لها مستقبل، ما لها مستقبل، يعني مستقبل دنيوي، ما هم ينظرون للمستقبل الأخروي، يقولون هذه ما لها مستقبل ويتركون. هذا الدليل على أنهم يطلبون الدنيا بعمل الآخر. أحد يقول: أنا ما عندي عمل، يروح يأخذ وظيفة إمام ولا وظيفة مؤذن من أجل الراتب فقط، ولو ما أعطي راتب ما صار إمام ولا صار مؤذن. هي علامة على أنه يلتمس الآخرة بعمل، يلتمس الدنيا بعمل الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا واضح من عمل الناس اليوم، أنهم يطلبون الدنيا حتى في أمور الآخرة يطلبون الدنيا، إلا من رحم الله سبحانه. لا نقول كل الناس، لكن نقول الأكثر، وهذا شيء ترونه وتبصرونه بالناس. هم يطلبون العلم إلا من رحم الله، هم يطلبون العلم إلا من أجل الشهادة والوظيفة. وإذا صار ماله قبول بعد التخرج ترك طلب العلم وراح للأمور الأخرى، وما لها مستقبل هذا، يعني ما لها مستقبل عند الله، لها مستقبل عند الله سبحانه وتعالى. أما الدنيا فهي ثانية، واللي ما تعلموا أكثر، اللي ما أكثر التجارة الآن، أكثر التجارة اللي بلغوا من التجارة حد يسمونه مليونير، هذا ولا ما تعلموا ولا يعرفون شيء، ولا معهم ولا ابتدائي، ما معهم ولا ابتدائي، وهم الآن أكبر أثرياء العالم. أهم المسألة ما هي الواجب على المسلم أن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. نعم كونه يتعلم الهندسة، يتعلم الطب لأجل الوظيفة، لا بأس، هذه شرف، هذه حرف، تعلم الصناعة، تعلم البناء، هذه شرف لا بأس، لأجل أنه يتعيش فيها أو يكتسب بها. أما أنه يتخذ الدين للدنيا، هذا هو الصعب، هذا هو الخطر، تفقها لغير الدين، تمست الدنيا لعمل الآخرة، هذه علامات الهلاك، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وهذه الأحوال هي التي تفشو مع البدع والمحدثات، ولا أحد يقاومها، لأن كل واحد منهمك في دنيا، منهمك في دنيا. نعم نعم، كله بمعنى واحد، تمست الدنيا عمل الآخرة وتفقها لغير الدين، معنى واحد. نعم. وعن زياد بن حذير رضي الله عنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم ورجال المنافق في الكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي أيضا. نعم، هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال: أتدري ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدم الإسلام زلة العالم، العالم إذا أخطأ وأفتى بفتوى خطأ اتخذها الناس وقالوا هذه فتوى فلان، هذا مما يوجب على العالم التحذر من الإقدام على الفتوى إلا إذا تثبت من دليلها من كتاب الله وسنة رسوله، ما يتسرع في الفتوى فيخطي فيقول الناس هذه فتوى فلان العالم. أما الجاهل هذا ما هو بعبرة، لو أفتى ولو قال، والمتعالم ما هو بعبرة، المتعالم والجاهل هذا ما هو بعبرة، لأن الناس يعرفون أنه ما أنه لا يصلح للفتوى. لكن المشكلة العالم معروف بالعلم، هذا مما يؤكد على العلماء أن يتثبتوا في الفتوى لئلا يخطئوا وتصير فتواهم حجة للناس والعوام يأخذون بها، وهي خطر، في هذا خطر الفتوى، زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويحفظ القرآن ويقرأ الكتب ويتعلم، يكون عليم اللسان لكن ما ليس عليم القلب، القلب ما في علم، لأن العلم هو علم القلب وهو علم اللسان فقط، وإلا علماء اللسان كثيرون لكن ليس في قلوبهم علم ولا خشية لله عز وجل، إلا هو المنافق، ويجادل بالكتاب بالقرآن والسنة لأنه يحفظ النصوص ويغرر بالناس، يقول هذه الآية تقول كذا وهذا الحديث يقول كذا، والناس يصدقونه لأنه استدل بآية أو استدل بحديث، وهو منافق يريد أن يغرر بالناس، ما هو حب للقرآن ولا حب للسنة، وإنما يريد التغرير بالناس، مثل ما يفعله بعض الكتاب اليوم
يلتمس الأدلة من الكتاب والسنة على مقالته الضالة، يقول هذا القرآن وهذه السنة، فهذا خطر عظيم. إذا برز المنافقون في الكتابات وفي التأليف وفي الخطب والمحاضرات والندوات، برز المنافقون في هذه الأمور، فالأمة على خطر، نسأل الله العافية. جدال منافق بالكتاب، الناس ما يدرون أنه منافق ولا يدرون أنه ما يفهم الكتاب، ما يدرون الناس خصوصا العوام ما يدرون عن هذا، إذا سمعوا الآية أو سمعوا الحديث اقتنعوا. هذا خطر عظيم، جدال منافق بالقرآن. الثالث حكم، نعم، حكم الأئمة المضلين، السلاطين المضلين الذين الجبابرة الذين لا يريدون الحق، يهدمون الإسلام لأن الناس يتبعونهم إما خوفا من سطوتهم وإما رغبة فيما عندهم من حطام الدنيا. الناس يتبعون الملوك والرؤساء لأمرين، إما خوفا من سلطتهم وانتقامهم وإما طمعا فيما عندهم من المناصب وأمور الدنيا، وهم يهدمون الإسلام في هذا، يغيرون الدين بهذه الطريقة. فأخطر شيء على المسلمين هذه الثلاث: زلة العالم، وجدال المنافق في الكتاب، وحكم الأئمة المضلين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي من الأئمة المضلين، نسأل الله العافية. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. هذا مر بنا أول حديث، قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابه. وهنا يقول: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تفعلون. فالصحابة هم القدوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذوا عنه، تلقوا العلم عنه، وقال: خيركم قرني، هم خير القرون وأفضل الأمة، فهم القدوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هم القدوة للمسلمين، لأنهم أمنا على دين الله، فيؤخذ عنهم العلم والدين والقدوة. نعم. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. نعم، أول الأمة وهم الصحابة والتابعون والقرون المفضلة لم يدعوا للمتأخرين مقالا، بيّنوا الدين وبيّنوا الحق وقعدوا قواعد، فهذا فيه الترغيب في التمسك بما كان عليه السلف الصالح، والتحذير فيه التحذير من جاء بعدهم بعد القرون المفضلة، إلا من كان سائرا على ما كان عليه السلف الصالح من الأئمة الهداة. نعم. فاتقوا الله يا معشر القرآن وخذوا طريق من كان قبلكم. نعم، هذا كلام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: اتقوا الله يا معشر القراء، يعني العلماء الذين يقرؤون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله وخذوا طريق من كان قبلكم، لا تحدثوا شيئا من عندكم أو تأخذوا عن من جاء بعد هؤلاء. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم، هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كلماته كلها حكمة ونور رضي الله عنه. نعم. شوال أولئك أصلا لا أول من كان مستنا
يعني مقتديا فليستن بمن قد مات، لأن الميت انتهى انتهى ولا يخشى عليه فتنة. أما الحي فإنه عرضة للفتن، فإذا أردت أن تقتدي اقتدي بالأئمة السابقين، اقتدي احرص على الاقتداء بالأئمة السابقين. وأما من جاء بعدهم فخذ ما وافق الحق ودع ما خالف الحق. نعم. فليستنى بمن قد مات، هذا مثل كلام حذيفة رضي الله عنه. نعم. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مثل قول حذيفة كل عبادة لم يفعلها الصحابة لا تفعلون. وعبد الله بن مسعود يقول أولئك أصحاب محمد، هؤلاء هم القدوة. نعم. كانوا أفضل هذه الأمة. نعم. أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. نعم، الصحابة بهذه الصفات أبر الأمة قلوبا وأتقاهم قلوبا ونعم أعمقها علما يعني علمهم راسخ وليس متذبذبا، إنما هو علم راسخ ثابت على الكتاب والسنة. وأقلهم تكلفا لأنهم ما يتكلفون بالكلام والشقشقة وكثرة الكلام، إنما يقتصر كلامهم على الإفادة، على ما كان مفيدا. ولهذا يقول ابن رجب في كتابه شرح حديث أبي الدرداء، يقول إن السلف أغزر علما وأقل كلاما، والخلف لا، يقول في كتاب في رسالته تفضيل علم السلف على علم الخلف، يقول المتقدمون أعمق علما وأقل كلاما، والمتأخرون أكثر كلاما وأقل علما. كلامهم كثير لكن العلم قليل. أما السلف فعلى العكس، كلامهم قليل وعلمهم غزير، هذه ميزته. نعم. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامته. اختارهم الله، الله ما اختارهم إلا لعلمه سبحانه وتعالى بأنهم يصلحون لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. نعم. فاعرفوا له فضله واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. اعرفوا لهم فضلهم ولا تنكروا فضلهم أو تتنقصوهم أو تتكلموا فيهم مثل ما يفعل المبتدعة وأهل الضلال من الرافضة والمعتزلة وغيرهم. أهل السنة يقدرون الصحابة ويحترمونهم ويجلونهم ويترضون عنهم ويقتدون بهم ويثقون بهم تمام الثقة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أداؤكم الله. يقول أمس الكتاب في أحد كتبه وقيل يركب معاوية وصاحبه عمر إلى الكذب والغش والخيانة والخداع وشراء الذمم، هل هذا سب للصحابة وما يعرف في قراءة كتب هذا الكاتب؟ نعم، هذا سب صريح للصحابة رضي الله عنهم، ما في شك. وصفهم بالخيانة، وصفهم بالكذب، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مأخوذ من كتب الشيعة، هذا مأخوذ من كتب الرافضة. وهو ظنه قال أنا ما علي ولو كان هذا كلام الرافضة، يقول ما علي ولو كلام الرافضة، لأن هذا هو الحق زعمه. نسأل الله العافية. نعم. إذا أخطأ رجل من الناس في باب الدعوة إلى الله ورد عليه على هذا الرجل من قبل العلماء الفلسفية، يقول بعض الناس لا بد من ذكر مسألة هذا الرجل من باب العدل. ما أصل الموازنات دي، لا أصل لها، هذه محدثة. كان العلماء يردون ولا يذكرون محاسن المردود عليه، هذه الكتب موجودة، كتب الردود موجودة ولله الحمد، يذكرون الخطأ ويردون عليه ويبينون الصواب ولا يذكرون المحاسن، محاسن لهم
والله هو الذي سيتولاه ولا يضيع محاسنه. إنما علينا من محل بنقوم الناس وإنما ندفع الخطأ فقط. ثم أيضا هل نحن نعلم من هذه محاسن هل نزكي أحدا على الله عز وجل نقول له محاسن؟ مش يدرينا أنه محاسن، الله أعلم، هل تزكوا أنفسكم؟ الله أعلم. لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ومهمتنا بيان الخطأ فقط، ولا هم مهمتنا تنقص الشخص أو التشهير به، إنما هدفنا بيان الحق ونصيحة للشخص نفسه أيضا أنه يرجع تراجع للحق، نصيحة له. نعم. أحسن الله إليكم. لقد ضر رجل في جريدة المدينة له عرض يومين يقول إلى متى يبقى المذهب الجعفري حبيب وهو مثل المذاهب الأربعة وإلى متى يستمر هذا المشهد؟ هذا كلام باطل ولا يلتفت إليه، ما يلتفت إليه، وهذا دليل على أنه في نفسه شيء وظهر ما في نفسه وعرفه الناس، الحمد لله أنه ما علشان ما يغترون به، هذا أظهر ما عنده حتى أن الناس يعرفونه ولا يغترون به. نعم. أحسن الله عليكم. ما وقوركم فيمن يدعى الله جل وعلا يقول ولو نشاء ولا أريناكهم فلا عرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، لتعرفنهم في لحن القول. ومن أسر سريره أظهره الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. نعم. ما هو قولكم فيمن يدعى على الذي يقول إن نحن الآن بحاجة إلى تفسير الميت هذا الشخص له سوابق من التخبطات، ما هي بس هذه أول تخبطاته، فتجعل هذه مع جملة التخبطات السابقة. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للتاجر أن يبدل البضاعة في مستودعه الخاص؟ نعم. هل يجوز للتاجر أن يبدل البضاعة في مستودعه الخاص؟ إذا كانت هذه المخزنات من القوت الذي يحتاجه الناس من القوت الضروري، فهذا هو الاحتكار الممنوع الملعون من فعله. أما إذا كان أنه من الكماليات الناس ما يحتاجونه إلا من باب الكماليات فقط، فهذا لا بأس. نعم، هذا ماله يتصرف فيه، بغى يبيعه، بغى يخزنه، بغى يتصدق، ماله تصرف فيه ما لم يكن من الضروريات اللي تضايق على الناس قوته وتغلي عليهم السعر، هذا يمنع، هذا محتكر. نعم. تداول الله إذا نسي المهم ركنا من أول الأول أهم صلاة صحيحة أم يجب عليه أن يأتي وما بعده إلى إيش؟ إذا نسي المأموم بكراً أو واجباً الركوع والتشهد الأول فهل صلاته صحيحة أم يجب عليه أن يأتي بالركوع وبعده وجب الاستمرار؟ إذا ترك التشهد الأول وهو داخل مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنها سجود السهو، صلاته صحيحة. أما إذا كان متأخر عن الإمام ودخل معه في بعض الصلاة فإنه إذا أتى بما سبق به يسجد قبل السلام سجدتي السهو عن ترك التشهد الأول. أما الركن إذا فات فإنها تبطل الركعة ويجعل الركعة التي بعدها مكانها ويكمل صلاته بعد سلام الإمام. نعم. هل يجوز أن تصلي المرأة في بيتها وقدمها مكفوفتان إذا كانت مع محال؟ لا، ما يجوز لها ذلك، يجب عليها في الصلاة عورة المرأة في الصلاة غير عورتها خارج الصلاة، عورتها في الصلاة جميع بدنها، عورتها في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محال، إن كان عندها رجال غير محارم تغطي وجهها أيضا ولا يظهر منها شيء. نعم. سلامكم الله. أستاذنا من جدة إلى بلده الطائف، وصل إلى المدى وقصة
يجوز له نوم العصر معقول لانه يسلم للطائف وهم جدا. رجل ايش؟ مسافر جدا الى الطائف. نعم. ووصل الى الاداء وقت صلاه الظهر، هل يجوز له نوم العصر معقول لانه يسلم للطائف وهم جدا ويريد ان ينام ويخشى فوات العصر؟ هو من اهل الطائف، اذا كان من اهل الطائف فالهدى من الطائف، اذا وصل الهدى وصل الطائف، فلا يجوز له الجامع، يصلي الصلاة الحاضرة، وإذا جاء في وقت الثاني يصليها في وقتها، لأنه بوصوله إلى الهدى وصل إلى الطائف. نعم. سلامكم الله. هل الدم نجس إذا وقع على الثوب؟ وما الدليل على ذلك سواء كان قليلا أم كثيرا؟ الدم نجس يغسل إذا وقع على الثوب. الدليل على ذلك أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، عن دم الحيض يصيب الثوب، قال تحثه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه، فلم يبح الصلاة فيه إلا بعد غسل الدم، هذا في دم الحيض وألحقوا به بقية الدماء. نعم. أنا شاب تخرجت من شهادة دينية وطلب مني والدي فتح محل تجاري. أنا إيش؟ وضح الأمر له، يقولوا أن هذا المحل يكون فيه أشياء ما تصلح مثل الألعاب، مثل إصلاح الأجهزة التي تستخدم للشر، إصلاح الأجهزة التي تستخدم للشر، ونحن لا نرغب في هذا أن يكون في كسبنا شيء من هذه الأمور، وهو يقتنع إن شاء الله، وإذا لم يقتنع فلا تطيعوه في هذا الشيء، لا تطيعوه في هذا الشيء. نعم. Thank you.